في الجيميل. اوكي غنجاوب على جوج التساؤلات اللي صيفطتهم في الجيميل باش كلشي يستفد، وندوزو للدرس ديال اللوغاريتم. اذا اول سؤال من البحسيني، ياك البحسيني قال لك اودي كيفاش كنحسبوا اولا كيفاش كنحددوا الداله الاصليه ديال كوس سينيس وسينيس سينيس الى فيها الداله الوسط. عطانا مثال بحال هذه مثلا، عطانا كوس سينيس 3 اكس زائد ان، قال لنا طريقه تحديد الداله الاصليه ديال هاد الداله هذه. كتبان السبوره شويه، واش كلشي كتبان ليه السبوره؟ وي اوكي ثانك ثانك. اذا اول حاجه شنو غندير باش نحدد الدوال الاصليه من هذا النوع؟ غنعطيكم طريقه بسيطه جدا، خذوا ورقه وستيلو باش تعقلوا عليها. الخطوه الاولى غنرسم واحد الدائره المثلثيه. اوكي دائره مثلثيه، كلكم عارفين الدائره المثلثيه. هذه الدائره المثلثيه كتساعدنا على تحديد الدوال الاصليه ديال كوسينيس والسينيس. هنا عندنا السينيس اكس، اذا خذوا ورقه وستيلو حيت غنبقى نمسح ياك. هنا عندنا ناقص كوسينيس اكس، هنا عندي ناقص سينيس اكس، هنا كاين كوس اكس. اذا مثلا اعطانا الاستاذ، اوكي مثلا اعطانا الاستاذ حدد الداله الاصليه ديال السينيس. مثلا حدد الداله الاصليه ديال السينيس، اشنو غندير؟ دائما كنمشي بهذا الاتجاه هذا، اوكي عكس عقارب الساعه. يعني الداله الاصليه ديال السينيس اكس تساوي ناقص كوس اكس. اذا الداله الاصليه ديال السينيس اكس مباشره غنعطي في الاجابه ناقص كوس اكس. مثلا عطانا حدد الداله الاصليه ديال كوس سينيس، بغينا الداله الاصليه ديال كوس سينيس، دائما غنمشيو بنفس الاتجاه، يعني هذا الاتجاه ياك عكس عقارب الساعه. الداله الاصليه ديال كوس سينيس تساوي السينيس، تساوي سينيس اكس. صافي مفهوم هذه القضيه هذه ديال الدوال الاصليه ديال السينيس كوس سينيس. وغنشوفوا اذا كانت الى عندنا داله داخل السينيس ولا كوس سينيس. يلا اللي فهم هذه القضيه هذه طابي سانك سانك باش ندوزو لحاجه اخرى. اذا سعيد قال لك سانك سانك، سارة، أسامة، أوكي مزيان. يلا نتابعوا معايا لهذه القضية هذه. دابا غنجاوبوا على السؤال ديال السي البوحسين، ياك بغينا الدالة الأصلية ديال كوس 3 إكس ناقص 2 أو لا زائد 2. أشنو غندير؟ أول حاجة غنحدد الدالة الأصلية ديال كوس سينيس. غنشوف شحال كتساوي الدالة الأصلية ديال كوس سينيس. فينا هي كوس سينيس؟ هي هذه، يعني كتساوي سينيس. الداله الاصليه ديال كوس سينيس هي السينيس، وكنكتب نفس التعبير اللي عندي الوسط، يعني 3 اكس زائد 2، ولكن كنقسم على العدد اللي حدا اكس. هذه هي الخاصيه خصنا نعقلوا، دائما كنقسموا على العدد اللي حدا. اشنو عندي حدا اكس؟ 3، يعني غنقسم هذا السينيس هذا على 3. صافي واش واضحه هاد الفكره هذه؟ واضحه هاد الفكره هذه؟ وغنعاودو مثال اخر، غنعاودو مثال اخر صراحه باش نفهمو مزيان. فؤاد ايضا غنعاودو مثال ماشي مشكل. شوف شوف معايا وركز معايا مزيان. مثلا بغيت الداله الاصليه ديال السينيس، ديال السينيس 2 اكس ناقص 1. بغيت الداله الاصليه ديال السينيس 2 اكس ناقص 1، اشنو غندير؟ اول حاجه غنشوف الداله الاصليه ديال السينيس. قلنا كنمشيو بهذا الاتجاه، يعني الداله الاصليه ديال كوس سينيس هي السينيس، الداله الاصليه ديال السينيس هي ناقص كوس سينيس، يعني غندير ناقص كوس. هاهي ولكن ما غندير اكس، غندير هذا التعبير 2 اكس ناقص 1، 2 اكس ناقص 1. عاد غنقسم على العدد اللي حدا اكس. فينا هو العدد اللي حدا اكس؟ عطيوني العدد علاش غنقسم، واش 3 ولا 4 ولا 5 ولا شحال؟ جوج صحيح، حسن جدا. سارة، خليل، حنان، اسماء، مهدي صحيح، زكريا صحيح. يعني غنقسم على العدد اللي حدا اكس.
غندير بحال هكا وغنعطي اثنان، وهاني حصلت على النقطة ديالي. اوكي اسماء ماشي واحد، راه خصك تنتبه ياك. غنعاود مثال اخر باش تفهمي اسماء هذه القضية هذه، وغتعطيوني الجواب ديالها. راه ساهلة، غير خصنا شوية ديال التركيز وخلاص. مثلا انا سيدي عطاونا في شي تمرين ولا في الوطنية ولا في شي سؤال، حدد الدالة الأصلية ديال ناقص سينيس سيريس ديال 4x مثلا ناقص 5 مثلا، مثال يعني نفس الطريقة كنتعاملوا مع جميع الدول اللي في جميع الدول المثلثية اللي فيهم الدول بنفس الطريقة. أول حاجة، ما هي الدالة الأصلية ديال ناقص سينيس؟ أعطيوني في التكست الدالة الأصلية ديال ناقص سينيس، شحال كتساوي الدالة الأصلية ديال ناقص سينيس؟ كوسينيس. حسن جدا، كلكم عندكم صحيح، عندكم صحيح، يعني كوسينيس هاي. وغنكتب داك التعبير اللي عندي لداخل، ما كنبدلوش. 4 اكس ناقص 5. ايوا، على اش من عدد باش غنقسم؟ علاش غنقسم هاد كوس ديال 4 اكس ناقص 5 على 4؟ صحيح، يعني كنقسم على 4، يعني العدد اللي حدا اكس. عقلوا عليها مزيان، كنقسمو على العدد اللي حدا اكس ماشي العدد اللي فرضي، يعني على 4. اذا هذه هي طريقه التعامل مع هذا النوع هذا ديال الاسئله، وهذا هو الجواب ديال السي بوحسيني. نتمنى يكون حاضر معنا. ندوزو للسؤال اخر. واحد السيد قال لك اودي كيفاش يمكن لي نكون بسلة ديال الرياضيات. الا بغيتي تكون بسلة ديال الرياضيات، يعني تاكل الرياضيات، خصك تخدم مزيان التمارين. هذا هو الجواب اللي عندي نقول لك. اذا غنمشيو للسؤال ديال مريم، ياك غنمشيو للسؤال ديال مريم. قالت لك اودي مريم، كيفاش يمكن لينا نحسبوا النهايه اللي مرتبطه مع المتتاليه، او لا نهايه المتتاليه المرتبطه مع الداله، وعطتنا مثال. اوكي، اذا غنجاوبوا على هذا السؤال هذا باش نمشيو مباشره للوغاريتم. غنجاوبوا على السؤال ديال مريم وغنمشيو للوغاريتم. اذا كيعطيونا في التمرين، ياك شنو كيعطيونا في التمرين ديال المتتاليه؟ كيعطيونا الداله. اوكي، كيعطيونا اف دو اكس تساوي واحد التعبير، تساوي واحد التعبير، وكيعطيونا الدالة معرفة او لا متتالية، عفوا، معرفة بما يلي. مثلا اي صفر معرفة بواحد، اي ان زد تساوي اف ديال اي ان. السؤال الاول كيكون باين بالترجع، ياك هذا ما كيهمناش، شرحناه في سميتو. السؤال الثاني كيقول لك بين ان متتاليه تزايديه، يعني الرتابه. السؤال الثالث كيقول لك احسب الليميت ديال المتتاليه. هذا السؤال اللي عطاتنا مريم، قالت لك كيفاش كنحسبوا هاد الليميت هادي. باش نحسبوا هاد الليميت، عقلوا عليها وكتبوها في شي ورقه باش نحسبوا هاد. خلي يدك تمشي للورقه ديال التحرير مباشره، غتحل هاد المعادله هادي. اف دو اكس، اف دو اكس تساوي اف. غتحلي هاد المعادله هادي، داكشي اللي لقيتي في هاد المعادله، يعني الحلول ديال هاد المعادله راه هما هي الاجابه ديال هاد الليميت هادي. مثلا الا عوضت هاد اف دو اكس بالتعبير ديالها وحسبت وحلت المعادله ولقيت فيها اكس يساوي واحد، يعني الليميت راه تساوي واحد. صافي، مفهومه الطريقه ديال التعامل مع هاد النوع هذا ديال لي ليميت؟ يلا اللي فهمي طابي 5 5. باش نديرو مثال ديال مريم. اوكي، يلا خذوا ورقه وستيلو حيت عطاتنا واحد المثال مشحر شويه، يعني في سميتو فيه الكذبه بزاف. نتوما غتكتبوا معايا وفكروا نتا غنمشي. اذا عطاتني الداله. اوكي، عطاتني الداله اف دو اكس تساوي، ما عرفتش غتنسبو لهنا، جذر من الرتبة 3، جذر من الرتبة 3 2 ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس.
عطاتنا اف دو اكس، اف دو اكس تساوي جذر من الرتبة 3 لاثنان ناقص جذر من الرتبة 3 لاكس. هنا كاينه جذر من الرتبة 3. نكتبو هاد هاد اف دو اكس، حيت غنمسح ياك، غنمسح السبورة. و اي صفر تساوي صفر، اي ان زائد واحد تساوي اف ديال اي ان. السؤال اللي عطاتنا هو حدد، حدد ليميت ديال المتتالية. اذا عندي الدالة او عندي المتتالية مرتبطة مع الدالة، يعني غنطبق ديك الخاصية اللي قلت لكم. اوكي، اشنو غنحسب باش نحدد ليها هاد الليميت هادي؟ اشنو غنحسب، اشنو غنحسب باش نحدد ليها هاد الليميت هادي؟ اف اف دو اكس تساوي اكس، صحيح اف دو اكس تساوي اكس. ما عرفتش شكون اللي قال اف دو اكس تساوي صفر. لا، ماشي اف دو اكس تساوي صفر، كنديرو اف دو اكس تساوي اكس. اوكي، اذا غنحلو هاد المعادلة هادي. نتمنى تنقلوا هاد المعطيات، وغنمسح السبورة، غنمسح السبورة باش نحددوا الليميت. اذا كما قلنا، الليميت، الليميت ديال او ان، ديال او ان تكافئ اف دو اكس تساوي اكس. ندوزو اللوغاريتم. اوكي، وغندوزو اللوغاريتم. هاد اكس بالتعبير ديالها اللي هو، غنجيب هنا جذر من الرتبة 3 اثنان ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس تساوي إكس، تكافي. أشنو غندير في هذه الحالة هذه باش نحيد هذا الجذر من الرتبة 3؟ غنلبس للطرفين أس 3 باش تحيد ذاك الجذر، حيت الأس مع الرتبة راه كتمشي. ندير هنا أس 3 وغنلبس هاد إكس حتى هو أس 3 بحال إلا ما زدت والو. أشنو غتعطيني؟ هذه غتعطيني اثنان، اثنان ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس، حيت تحيد داك الجذر بأس 2، بأس 3 عفوا، هادي غتعطيني إكس أس 3. غنجي عاوتاني للسطر، نكتبو هاد الشيء حيت غنمسح من بعد ياك. إذا غنرجع كلشي لهاد الطرف اليسار. إذا اثنان ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس ناقص إكس أس 3 تساوي صفر. شوفوا معايا شنو غندير انا. هاد اثنان هادي غنكتبها على شكل واحد زائد واحد. هاد اثنان هادي غنكتبها على شكل واحد زائد واحد، حيت عندي معادلة من الدرجة الثالثة ما يمكنش نحلها مباشرة، يعني خصني ندير شي طريقة. هاد اثنان غنكتبها على شكل واحد ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس زائد واحد ناقص اكس اس 3 تساوي صفر. هاد اثنان راه كتبتها على شكل واحد زائد واحد، فرقت ياك؟ واحد واحد جبت وحدة جذر من الرتبة 3 لإكس، واحد آخر خديتو الوحدة اكس اس 3. أشنو غندير عاوتاني في هاد القضية هادي؟ هادي غنخليها بحال هكا، واحد ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس، هادي غنكتبها على شكل معادلة ولا متطابقة من الدرجة الثالثة، واحد أس 3 ناقص إكس أس 3 شحال كتعطينا؟ هادي باينة، يعني التعميل ديالها اللي هو واحد ناقص إكس عامل لي واحد زائد إكس أس 2 تساوي صفر. يعني غير درت التعميل ولا التعميل ديال هاد المتطابقة الهامة الثالثة. حتى لهنا واش مفهوم؟ حتى لهنا واش كلشي فاهم؟ حتى لهنا يلا سيدي. اوكي، سامك سامك، يلا كتبتو معايا، خدو ورقة وستيلو كيما قلت لكم ياك، خدو ورقة وستيلو. دونك هادي حولتها للمتطابق واحد ناقص اكس، غنكتبها عاوتاني على شكل متطابقة هامة ثالثة. اوكي، اذا غنمسح الفوق، غنمسح الفوق حيت ما عنديش البلاصه. اذا وصلنا حتى لهنا ياك، وصلنا حتى لهنا.
هاد واحد ناقص جذر من الرتبة 3 لـ x خليتها كما هي، هاد واحد ناقص ناقص x غنكتبها على شكل متطابقة هامة ثالثة، غنجي للوسخ مثلا وغندير لها التعميل، من بعد غنعوضها هناك، هاد واحد ناقص x هاي واحد ناقص x تساوي 1 أس 3 اللي هو نيت واحد، هاد x هذا غنلبس ليه الجذر من الرتبة 3 وغندير أس 3 بحال إلا ما زدت والو، أوكي؟ حيت الجذر من الرتبة 3 مع الأس 3 راه كيمشي وكيبقى ليا إكس، هادي دابا عندي متطابقة هامة، يعني هذا مرفوع بأس 3 وهذا بأس 3، غندير النشر تساوي 1 ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس عامل لواحد أس 2 ناقص جذر من الرتبة 3 ل x زائد عفوا زائد جذر من الرتبة 3 ل x أس 2، يعني متطابقة هامة راه هادي باينة ياك، إذا هاد واحد ناقص x غنعوض بلاصتها أولا غنحط بلاصتها هاد التعبير، إذا واحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x عامل لواحد زائد واحد زائد جذر من الرتبة 3 ل x زائد جذر من الرتبة 3 ل x أس 2، عاد غنضرب في هاد التعبير هذاك غنجيبو لهنا هاد التعبير، عامل لواحد زائد x زائد x أس 2، إذا هذه هي الحالة اللي حصلت عليها، وغنمسح الفوق باش نكمل، أشنو غندير عاوتاني؟ عندي واحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x، هنا عندي واحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x، يعني غنعمل به، غنعمل بواحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x، هادشي كيساوي دائما صفر، حيت معادل، غنعمل بواحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x، هاهي، واحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x، عامل، هنا غيبقى ليا واحد، هنا غيبقى ليا هاد التعبير هادي، واحد ناقص جذر من الرتبة 3 ل x. إذا غيبقى ليا زائد واحد زائد، يعني غير كندير كوبي كولي لهاد التعبير هذا، واحد زائد إكس زائد إكس أس 2، إذا عامل دائما يساوي صفر، دائما هاد التعبير يساوي صفر، دابا إلا خدينا مجموعة التعريف ديال الدالة غنلقاو هاد التعبير كامل وراه موجب ما عمرو غيساوي صفر، هاد التعبير هذا هذا دائما اكبر من صفر ما عمرو غيكون يساوي صفر، اكيد هاد واحد ناقص جذر من الرتبة 3 هو اللي كيساوي صفر باش تعطينا النتيجة صفر، اوكي، حيت حاجة في صفر كتعطينا صفر، الا ما كانش هذا كيساوي صفر يعني هذا كيساوي صفر، اذا واحد ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس تساوي صفر، تكافئ غلبس الطرفين أس 3، غنلبس للطرف اولا غناخد اولا واحد تساوي جذر من الرتبة 3 اكس، غنلبس دابا للطرفين اس 3 باش تحيد ليا داك الجذر، غنلبس لواحد اس 3 وغنلبس لهادي اس 3، غتعطيني واحد تساوي اكس، اذا الحل هو واحد اكس يساوي واحد، ملي لقينا في النهاية أو في المعادلة تساوي واحد، يعني الليميت ديال او لي ان تساوي واحد، نتمنى تفهموا هاد القضية هادي، فهمت هاد سبيتو؟ واش فهمت شنو درت دابا؟ سامك سامك، اوكي، إذا دابا غندوزو للدرس ديال اللوغاريتم، اوكي، وهادي راه غنحط غنسجلها عاوتاني على شكل فيديو في اليوتيوب باش تفهموها مزيان هاد القضية ديال هاد المعادلة هادي.